صباح المدارس، صباح الشباب، صباح المدارس، صباح الشباب. صباح الشباب، صباح الخير، أهلا بكم وصباح المدارس. تحية لأبنائنا الطلبة والطالبات، نوجه لهم طبعا أحلى تحية من خلال صباح المدارس. اليوم تنضم لنا الطالبة سارة بنت سليمان الربعانية. سارة من مدرسة سيح الشامخات بولاية بوهلة. سارة صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا سارة؟ خير الحمد لله. انت صف كم يا سارة؟ صف رابع سادس. رايحة سادس ولا صف سادس؟ رابع رايحة. يا سارة تونا بادين الصبح، ما مركزة معانا يا سارة، رايحة الرابع؟ هي. وكيف الإجازة؟ الحمد لله. متى تخلص الإجازة؟ 8/2. 8/2، ما باقي شيء يعني، خلاص هي بس هذا اليوم ترى. بس كيف؟ هذا اليوم. هذا اليوم؟ يعني 8/2 ما باقي شيء، 8 فبراير. انزين ايش سويتي في الإجازة يا سارة؟ رحت أتمشى مع أخوالي. وين رحتي؟ أتمشى مع أخوالي مسقط وبريمي. رحتي مسقط والبريمي، الأجواء جميلة يا سارة، استمتعتي في مسقط والبريمي؟ زين يا سارة. سارة أنت يعني إحنا عرفنا إنه أنت من هواياتك العزف، تعزفي في المدرسة، على أي آلة تعزفي يا سارة؟ على الأورج. إحنا سمعنا صوت أورج عندها. سارة تعزفي على الأورج؟ إيش اللي تحبيه في الأورج؟ النغمات بحالها. نغمات بحالها، جميل. وإيش اللي تعزفي على الأورج؟ إيش المقطوعات اللي تحبيها؟ أحلى المقطوعات. سلام السلطان والتمارين الصباحية. وانت يوميا تعزفي السلام السلطاني الصباح؟ ايه. يا سلام، ومن يعلمك؟ تعلمني الأستاذة. وعندك أورج في البيت؟ تعلمني الأستاذة يمكن بصف ثاني من لما المدرسة. من لما كنتي صف الثاني؟ ايه. وما واجهتي صعوبة أثناء ما كنتي تتعلمي من صف الثاني؟ هو حلو، ممتاز. انزين يا سارة، وفي البيت عندك أورج؟ وتسمعيهم في البيت؟ ايه. ومن أكثر شيء يسمعك في البيت؟ أبونا. يا سلام. يعني مثلا لما تسمعي مقطوعة سارة تقدري تعزفيها ولا لازم حد يعلمك عليها؟ ها بالمرة. يا سلام. أحب واحدة بس. أول ما تسمعيها؟ هي. ما شاء الله. وإيش بعد تحبي تسوي في المدرسة يا سارة غير عزف الأورج؟ أشارك في الإذاعة. زين، من عندك هناك؟ ها؟ من عندك؟ من عندك؟ من من من, من يكلمك؟ مينة. زين، سلمي عليها وقولي لها خلاص خلاص، يعني أنت بتدير الحوار. طيب يا سارة؟ زين. زين، خبرينا تحبي تشاركي في الإذاعة، إيش تشاركي في الإذاعة، إيش تقولي؟ زين. يا سارة أسجل لهم نشيدي. تحبي تقولي نشيد؟ ليه؟ يلا زين، قولي نشيد مع العزفي سام سلطاني. لا، قولي لنا نشيد يا سارة.
سارة تستخدم الأورك. سارة سارة ركزي معي، ركزي معي تمام. استخدم الأورك. تريدي تستخدمي الأورك؟ تريدي مع الأورك تنشدي؟ هي. يلا نزين نسمع. أنا أصلي روماني، أنا أحب الحرية وأدافع عن وطني بكل شجاعة وطنية، أدعو ربي في صلواتي يا رب احفظ خير عروس بلد الحب والخيرات توجها السلطان قبول. يا سلام يا سارة. سارة تعرفي شيء؟ سارة تعرفي لازم بما أنه تعزفي على الأورج لازم تزورينا الاستوديو عشان الصوت يكون أوضح مع الأورج. يعني أحفه ولا أزيده؟ كيف؟ أخف الصوت؟ لا 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 لا، أنت لازم تزورينا الاستوديو يا سارة، يعني لازم تاخذي الأورج وتزورينا الاستوديو عشان نسمع المقطوعة أو المقطوعات كاملة. إنزين إيش المقطوعات الثانية اللي تعزفيها؟ سلام السلطان وذهب الليل. وذهب الليل، ايش عايش تسمعين ذهب الليل؟ اغنيها ولا مع الموسيقى وحده؟ ايش اللي تحبين انتي؟ مع الموسيقى. يلا نسمع. يا سلام سارة، انت ايش حابة تكوني لما تكبري؟ بتكوني عازفة بيانو، عازفة او عازفة اورج؟ عازفة اورج. بتكوني عازفة اورج لما تكبري؟ ايه ان شاء الله تكوني عازفة باذن الله تعالى يا سارة. تعزفي كذا معزوفات جميلة ان شاء الله. سارة باي احب شيء اسوي لبابا كابوس. ايش تحبي؟ قولي يا سارة نسمعك. إذا صعب على اللسان الكلام فتنوب عنها الأقلام، حقا نحن بدونك يا سيدي أيتام، أهلا وسهلا بك في أرض الوطن الغالي يا أبي قابوس. شكرا. يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى يصل سالم غانم لي وطنه ولي أبنائه يا سارة. آمين. آمين يا رب آمين. شكرا سارة حبيبتي، شكرا لأنك شاركتينا اليوم. احنا نتمنى لك بإذن الله تعالى إجازة سعيدة وبداية موفقة لفصلك الدراسي القادم إن شاء الله يا سارة، وظلي تتدربي وتعزفي على الأورج عشان تصيري عازفة إن شاء الله يعني مهمة بإذن الله. شكرا يا سارة. كيف؟ شكرا على أغني السلام السلطاني. حابة تغني السلام السلطاني؟ يلا نختم بالسلام السلطاني، نسمع يا سارة. أعزفها. تعزفي؟ يلا نعزف. Oh,
طارق هو السماء واسع بي ممتاز يا سارة، ممتاز. يلا إن شاء الله تبدأ الفصل وتعزف في نفس الشيء في الطابور السلام السلطاني مع الطالبات وتنشد السلام السلطاني. سارة شكرا جزيلا لأنك شاركتينا اليوم في صباح المدارس. عفوا، أريد أشكر أستاذة أميرة. تسمعك يا أستاذة أميرة إن شاء الله. ومن بعد أمي وأبي. تحية لأمك وأبوك يا سارة، شكرا جزيلا. شكرا على المشاركة سارة. شكرا. شكرا. شكرا لسارة بنت سليمان، بن سارة بنت سليمان الربعانية. سارة عمرها 10 سنوات، من مدرسة سيح الشامخات بولاية بهلة، ومثل ما تابعنا يعني هي أصرت أن الأورج يكون معاها. تحية لي يعني هذه المواهب عند أبنائنا الطلبة، وتحية أيضا لحماسهم يعني الصباح الجميل. المهندس هيثم الفارسي يقول موفقة سارة، وإن شاء الله راح نسمعها بالأوبرا السلطانية وهي رائدة من رواد الأورج بالعالم إن شاء الله بإذن الله تعالى. تحية لمنتصر يقول سارة ربي يوفقك، وبورناد أو بورندا ما أعرف الاسم يقول يا محلى لهجة أهل الداخلية. تحية لك يا أبو رناد، وتحية طبعا يعني لأبنائنا بكل عفويتهم وبكل جمالهم. سالم السيباني يقول كل يوم لنا لقاء مع أطفالنا، نسمع أصواتهم الجميلة وهم يدعون لجلالة السلطان. شكرا سارة على هذه الموهبة. يوسف الفيومي أيضا يقول صباح الخير ما شاء الله وحدة سيمفونية. تحية يا يوسف وصباحاتك خير. الكثير من الرسائل والتغريدات، وجميل هذا التشجيع منكم مستمعينا لأبنائنا الطلبة والطالبات في صباح المدارس. عندنا فاصل إعلاني وبعدها عودة مرة أخرى لكم.